مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. تربية الأطفال يمكن من الأشياء اللي كلياتنا كأهالي بنحاول إنه نقوم فيها بأحسن وجه، ومعظمنا بيسوي كل شيء في حياته من أجل أطفاله. في ناس بتقدم على وظائف وبروحوا أماكن خاصة عشان الأطفال، في ناس بيعملوا هجرة عشان الأطفال، في ناس بنتقلوا من شغل لشغل عشان أطفالهم، في ناس ما بوكلوا وبيشربوا وبيدخروا مصاري عشان أطفالهم. لكن تربية الأطفال في هالأيام أصبحت صعبة. عم بنحاول الآن، الأطفال في هذه الأيام بدك تقنعهم قناعة، بدك تعملهم إكسبرمنت، بدك تورجيهم شو اللي لازم يسووه، مش بس بكلام، بتفكير وبعمل. خليكم شوفوا سلسلة هاي الفيديوهات، حنعمل أكثر من فيديو عن هذا الموضوع. So, أول لعبة بدنا ناخذ بالون، أوكي، في عليه خيط نربطه برجلنا بسرعة. يلا كل واحد ياخذ بالون ويربطه. Oh my God, no. Oh. يربطه برجله هيك، أوكي، بحيث إنه يكون البالون معلق برجله. سهلة ها؟ صعبة لما تكوني بإيد واحدة، صعبة. أنا مربطته. أحمد. Do I need socks? No, it's okay. This looks so interesting. So, اللعبة هاي راح يكون في شوكولات. وقفوا كلكم. للي بعطيكم 1 مينت، اوكي؟ اللي بضل بالونه منفوخ مش مفزول، اوكي، باخذ شوكولات. منفوخ، اوكي، مش تفضل بالون الثاني. كان عندنا كثير شوكولات، اوكي، كان كثير شوكولات. كنت انا حابب انكم ايش، كل واحد بس يوقف يضل بالونه منفوخ وكلكم راح تاخذوا شوكولات. بس لما صرتوا تفضلوا بعض، هاي بالحياه شو بيحكوا لنا، انه احنا لا، الكومبيتيشن مش انك تخرب على غيرك، انك تحمي نفسك وترفع نفسك. فهمتوا كيف الكومبيتيشنز في الحياة؟ مش ليش حتحمي؟ فهمتوا كيف؟ مرة ثانية، الكومبيتيشن في الحياة شو هو؟ إنه we protect ourselves, we protect our family, we study وبنشتغل كويس، ساعتها إحنا إيش؟ we raise. مش إنه نخرب على التانيين، نصير نحكي على فلان، نصير نسوي إنه هذه مش كويس، أنا مش عارف شو، أو نروح ندمر بيته، صح؟ It will not build your house if you damage other people's houses, صح؟ Unless you take their stuff from their house. Even though, it's stealing. So, يلا كل واحد أكل شوكولات. Oh, so we all get one? Yeah, you can get one. Yay. Thank you. You're welcome. So, the next game. هاي المسابقة عملها مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا في الـ 74, I think. راح على أحد المدارس وطلب من جميع المدرسين، ترى مش من الطلاب، إنهم يربطوا هذا البالون برجلهم. وطلب وحكى لهم انه عندي جوائز، واللي بضل بالونه مش او بضل منفوخ راح ياخذ جائزه. طبعا بدات المسابقه وبدا كل واحد يحاول انه يفجر بالون الاخر. بس خلص المسابقه حكى لهم مهاتير محمد انه انا ما طلبت منكم انكم تفجروا الاخر، لو كل واحد وقف بسلام كان احنا فعلا كلكم اخذتوا الجوائز. وهي بتعلمنا حركه انه عشان احنا نصير ونوصل، مش شرط انه ندمر الاخرين. حكيها للاطفال انا، اذا بدك تبني بيتك مش شرط انك تدمر بيت اخر عشان تبني بيتك. الحروب، القتال، النزاع، بالعكس هذا بيدمر من قدرتك، لانك انت عم تعطي على شغلات سلبية. للأسف السلبيين حوالينا كثار وبيحاولوا دائما يهدمونا. انت كون ايجابي، ما تحاول انك تكون مع السلبيين وتمشي معهم، لانه هدول راح اكيد اكيد اكيد
يدمروا كتير في حياتك. فدائما كون إيجابي، حاول تكون حواليك إيجابيين، وأكيد حيدعموك للأمام لأنك أنت راح تدعمهم. هاي أهم الشغلات اللي نحكي عنها اليوم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك.